طبعا اولا بسلم على الكابتن اسلام الشاطر وعلى سعد سمير و لا سعد طبعا من لعيبه يعني اخويا سعد اخويا متربين مع بعض من ايام منتخب الشباب لمنتخب الاولمبي وقضينا فتره كويسه مع بعض. وسعد من اللعيبه الرجاله وجوه الملعب وبره الملعب ومن الشخصيات اللي يعتمد عليها، واحنا محتاجين الفتره اللي جايه وان شاء الله يرجع بالسلامه ويرجع احسن من الاول باذن الله. بيمتاز بايه سعد معاكم في المعسكرات في احنا عارفين طبعا سعد دمه خفيف، بس هو اللي انا اعرفه فعلا عن سعد انه بيحب النادي الاهلي قوي. لا اي حد يعني عايز اقول لك حاجه، اي حد بيخش من بوابه النادي الاهلي لازم بيحب النادي الاهلي ولازم يشتغل بروحه لاجل النادي الاهلي. يعني من اول يوم ما دخلت فيه انا او اي لعيب بيخش النادي دوت بيحس بحاله غريبه جدا، بيحس بانتماء، تحس ان هو بيلعب في النادي بقاله سنين. سعد من اللعيبه دي، سعد من اللعيبه ان هو بيحب النادي جدا، غيور عن النادي جدا، ما بيقبلش كلمه مش كويسه عن النادي في فتره من الفترات مثلا احنا كنا واقعين فيها كان بيجي متضايق جدا ووشه بيبقى باين. يعني سعد معروف ان هو بيبقى بيهزر وبيضحك، الفتره اللي احنا كنا فيها في دروب كده فيها كان سعد بيجي متضايق جدا وكان على طول بيتكلم، واحنا قاعدين مع بعض نقعد نتكلم في المواضيع اللي احنا فيه لازم نطلع من اللي احنا فيه. لا سعد من الشخصيات الجميله جدا وبتمنى طبعا رجوعه باسرع وقت لينا اللي احنا محتاجينه الفتره اللي جايه، وفي ضغوطات كتير جدا في البطولات اللي جايه وان شاء الله يرجع بالف سلامه.